صباحكم مليان بكل الخير، بكل الرزقة، بكل البركة. اليوم احنا موجودين في منطقة غابة غمدان أو غابة ملك مملكة البحرين، واليوم طبعا ضمن سباق الغابة وهي الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات وتحديات الدفع الرباعي. 44 سيارة موجودين هون زي ما احنا شايفين، تحدي كبير، حماس عالي، مسار مميز وتحديات جديدة. اليوم راح نشوف في غطس، في سباحة، وفي طيران، يعني أرضا وبحرا وجوا سيكون التحدي اليوم. خليكم معنا أول بأول مع كل التحديثات وإعلان النتائج. يومكم خير. سيارة دفع رباعي هاي اللي مجهزة خصيصا لهاي النوع من السباقات طبعا بتحتاج تجهيز إضافي وتجهيزات خاصة. عندنا زي ما احنا شايفين التراك أطول وأصعب شوي من المرة الماضية اللي كان في الجولة الأولى، كان في البحر الميت زي ما شفتوه. الجولة هاي فيها تقريبا بعض العوائق الشبيهة، وفي عوائق كثير جديدة. في عنا التلة زي ما شايفين، في عنا بس نسبة العوائق المائية أكثر من باقي العوائق. طبعا نتمنى السلامة والتوفيق للجميع، وأهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية، ونتمنى لكم طبعا مشاهدة مثيرة ومشوقة اليوم. تنظيم كثير مرتب، وما شاء الله مستوى السيارات كثير متحسن. ما حلفت الحظ اني اشارك في اول بطولة اللي كانت في البحر الميت، بس من ساعة ما استلمها نادي السيارات يعني اشي بيرفع الراس، وهذا اللي شجعني اني اشارك. انا اسمي محمد الذيب، بالنسبة الي رياضة الدفع الرباعي هواية بدي احولها لشوي نطورها شوي، انا وبهمة فريق تطعيس اللي هو الشباب اللي معنا كلياتهم، والكوبايلوت اللي موجود معنا احلى طارق سويس كمان، فمتأملين ان شاء الله نجيب نتائج كفريق يعني. واشكركم جدا على التنظيم، خاصة نادي السيارات الملكي، يعني شيء برفع الراس. احكي لك اياها انا بصراحة، يعني اني انا مقيم في الخليج، مشان هيك انا بقدر اجهز سيارة بالشكل اللي زي هيك، بس للأسف في شباب كثير مش عارف تجهز سياراتها، بتجيب قطعة مستعملة بتضبطها وبتركبها. فدعم الشركات كثير اساسي، كثير اساسي لكل المشاركين وللرياضة نفسها وكل شيء. فهذه برضو أنا بحط المسؤولية فيها على نادي السيارات الملكي، في نادي السيارات الملكي في التعريف على الرياضة ودعم الشباب، بس مش دعم البطولة. تجربتي في السيارات من سنين كان لي بطولة، حنا بال48 الحمد لله بال2008 كنا مركز أول. في الجولة الماضية في البحر الميت كان في شوية إشكاليات في التسجيل، والحمد لله الأردنية سهلونا الأمور هاي الجولة والأمور مشيت تمام. مبسوطين إن شاء الله أن كنا هون، يعني التراك المرة هاي فعلا عملوه صعب. المرة السابقة بالبحر الميت كان سهل كثير، المرة هاي اشتغلوا عليه صح، فعلا صح اشتغلوا عليه. احنا شاركنا في هاي البطولة في الجولة الأولى اللي كانت في البحر الميت، أحرزنا المركز الخامس، وكانت السيارة مش مجهزة بالكامل، لكن الآن جهزناها يعني إن شاء الله 100% وما واجهنا أي أعطال، وإن شاء الله ما نواجه أي أعطال في المرحلة. بالنسبة للمرحلة، المرحلة الأولى كانت بالنسبة للمرحلة هاي سهلة جدا، المرحلة هاي فيها عوائق جدا صعبة، إن شاء الله راح نحاول نجتاز هاي المرحلة. طبعا احنا مبسوطين جدا انه صارت هاي الرياضة تحت مظلة الأردنية لرياضة السيارات، لانه كانت زمان عبارة عن افرقة ونقاط ما في توقيت، فالمرة هاي صار فيها توقيت اكثر من ما هو، يعني صار ما في لعب في 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 النتائج. وان شاء الله احنا يعني عندي منافسين كثار، ان شاء الله نقدر نحرز من الاوائل، ان شاء الله نكون من التوب 13، وان شاء الله نجيب من المراكز الاولى. واحنا بنطلب دائما من كل الشركات انها تحاول تدعم هذول الشباب اللي قاعدين بيعملوا رياضه اردنيه، وقاعدين بنحاول نرفع اسم الاردن دائما بالعالي، وان شاء الله خير، ونتمنى من الجميع الدعم. شكرا لكم. احنا عم بنشدد حاليا على الامان والسيفتي بالسيارات، خاصه باستعمال الخود واحزمه الامان والكراسي الثابته. الكل ملتزم بالتعليمات هاي. Thank you.
رياضة السيارات الأردنية رياضة السيارات على التنظيم الرائع من فورويل لسبيد تيست لراري لدريفت، تنظيم تمام الحمد لله، ما في أي مشاكل، عطل بسيط بالسيارة والحمد لله طلعنا بسلامة ومبسوطين، وأهم شيء الجمهور يكون راضي علينا. بالنسبة للتراك احنا شايفينه معتنيين بالسيفتي لابعد الحدود والامور 100%، وان شاء الله بنتمنى السلامة والتوفيق للجميع، وبنتمنى نجيب مركز اول ان شاء الله. الآن كان توقيتي أفضل توقيت، اللي هو قالوا لي إنه 5 دقائق و4 ثواني. لسه طبعاً الطريق طويلة، لسه في قدامنا 20 متسابق، إلى الآن أكثر من 20 لسه ما فاتوا على المسار، ممكن ناس تجيب توقيت أفضل، وإن شاء الله نكون إحنا يعني نقدر نكسر بالتوب 13 الرقم اللي راح ينكسر. انتصف النهار في سباق الغابة، انتصف النهار في غابة ملك البحرين في منتزه غمدان، وما زلنا مستمرين في مجريات الجولة الأولى من هذا السباق، وعدد الجمهور يتزايد. 25 درجة مئوية درجة الحرارة، أجواء جميلة جدا، يعني إحنا واقفين بالشمس والأجواء فعلا جميلة. 10 سيارات زي ما قلنا لغاية الآن، منهم من أحرز توقيت ومنهم من تفاجأ أو من واجه المصاعب خلال جولته، ولكن كان أفضل توقيت لغاية الآن للمتسابق سيف رمان اللي أحرز 5 دقائق و4 ثواني وأجزائها، يتلو متسابق آخر بفارق كبير وهو 5 دقائق و41 ثانية. في متسابقين طبعا تجاوزوا الوقت المسموح فيه واللي هو 13 دقيقة كحد أقصى للمتسابق على المسار، وبالتالي تم استبعادهم. بعض المتسابقين أضاعوا وقت كثير أمام بعض المصاعب، وهنا يدخل دور الملاح الذكي الذي يطلب المساعدة فورا ويضيف دقيقة واحدة كبنالتي أو كجزاء، بدلا من أن يضيع 3 أو 4 دقائق أمام هذه المصاعب. ما زلنا مستمرين، نتمنى التوفيق لكل المتسابقين، وبنرجع لكم بالأخبار أول بأول. مشاركة صراحة لنا في البطولات الأردنية، وإن شاء الله متأملين يكون خير، والتنظيم صراحة أكثر من رائع، بنشكر صراحة الجهود المبذولة في التنظيم، وعلى الله التوفيق إن شاء الله. على المسار الآن الليث الأبيض محمد القبح وملاح ياسر أبو هلالي. I'm gonna go to the hospital.
سيارات الدفع الرباعي بالأردن تعتبر رياضة جديدة ومن الرياضات المهمة جدا. تنظيم سباقات على المستوى هذا العالي وتجهيز سيارات في الأردن شيء حلو من الأشياء اللي ممكن تسوق الأردن سياحيا. أنا عم بتفرج على التنظيم، شيء رائع جدا. المسار شيء صعب جدا، يعني من المسارات اللي صعبة تعتبر بالعالم. في تحدي قوي جدا طبعا راح يكون بين الشباب. التنظيم رائع، الجمهور اللي اجى ببين انه هاي الرياضه من الرياضات المحببه للناس، بس للاسف لسه رياضه جديده على الاردن. صحيح اول مره انا بحضر هيك سباق، بس تنظيم رائع، الشباب اللي مشاركين متحمسين، الحمد لله في مشاركه عربيه من فلسطين ومن الاردن، يعني ابطال من فلسطين والاردن، هاي مشاركه بتثري النشاط بين الدولتين ان شاء الله. اول مره بشوف هيك، وصحيح تشجع الواحد لانه يحضر هيك سباقات،
وأحفادي معاي، وأنا مبسوط جدا وشكرا لكم على هذا اللقاء. نتمنى للجميع السلامة ويعطيه ألف عافية. مرحبا، أنا عمر، جاي اليوم أنا وأبوي وماما عشان أشوف مهارة كبد النار، جاي عشان بحب السيارات ومارس السيارات. رياضة السيارات رياضة حلوة كثير، والفور باي فور كمان من الأشياء اللي بحبه أنا، والدراجات وهيك أشياء. جاي أحضر اليوم السباق الثاني دفع الرباعي الأردني منطقة غمدان، أجواء كثير حلوة، جو كثير حلو، براد وتراك صعب شوي بس الشباب قدها. احنا الان تقريبا في منتصف الجوله الاولى، خلصوا حوالي نصف عدد السيارات تقريبا انهى المسار. طبعا صار في اعطال، في ناس سيارتهم ما كانت جاهزه تماما فما سجلوا اوقات في الجوله الاولى، وبانتظار انه ان شاء الله ننهي على خير قريبا الجوله الاولى عشان نبلش الجوله الثانيه اللي هي للتوب 30. الحمد لله يعني التنظيم ممتاز جدا اليوم، المسار فيه صعوبات كثير، الجمهور ما شاء الله يعني ما كانش متوقع هذا الأعداد، ما شاء الله في أعداد كبيرة، الفرق كانت جاهزة كويس أحسن من تجهيز المرة الأولى، وعمالهم يعني عم بيبوخوا التعليمات شوي شوي وعمالهم بيطبقوا التعليمات شوي شوي. هاي المشاركة الثانية إلي بالجولة الثانية للأردنية، بطولة الأردنية رياضة السيارات. التنظيم كثير حلو ومرتب، الجمهور كمان ممتاز، يعني هاي المرة الشباب ما قصروا. هاي ثالث بطولة بدخلها، وأول هذيك البطولة على البحر الميت جبت مركز ثاني على الأردن وثالث شرق أوسط، وإن شاء الله هاي البطولة بدنا نجيب إشي منيح. والفرق بين هذا التراك إنه التراك هذا كثير طويل وفيه شوية صعوبة بالذات على أول مرحلة من هذا التراك، بس إن شاء الله بدنا نمشيها ونتكلم الوضع. وما شاء الله المتسابقين كلهم بجننوا، وفي متسابقين قوايا كثير، بس إن شاء الله بدنا ننجز. طبعا هذا ثاني سباق رسمي بشارك فيه تابع للأردنية لرياضة السيارات. في السباق السابق أخذت المرتب الثالث على مستوى الأردن والخامس على مستوى الشرق المنطقة كلها. الحمد لله السباق قوي جدا، تشالنجينج، ممتع، في أماكن صعبة، بمتاز أنه فيش في خطورة شديدة على المتسابقين، يعني حتى إن كيس لا سمح الله صار ممكن يصير أضرار بسيطة في السيارة، بس ما فيش إشي واقعيا مؤذي، خصوصا مع السيفت إكوبينس اللي قاعدين يطلبوا منا بشكل كبير أن ننتخذها. طبعا الرياضة اختلفت كثير بالسنة هاي عن السنوات السابقة، كونه انه صار تحت مظلة او امريلة الاردنية لرياضة السيارات، اللي هي بتتطلب شروط سلامة كثير، بتتطلب شروط تنظيمية كثير، في كثير متطلبات لازم توفر في السائق، في المساعد وفي السيارة، يعني حتى على مستوى الهلمت بيعملوا لها انسبكشن قبل السباق، بشوفوها، بفحصوا السيارة بالكامل، حتى على مستوى البطارية بفحصوا اذا مثبت منيح، بفحصوا السيت بيلز، فهذا أدفانتج كتير صار في المرحلة الحالية على المرحلة السابقة. اليوم متواجدين أنا كتيم مانيجر مع نمبر 1 4 باي 4 تيم، معانا ما شاء الله أبطال أربع سيارات مشتركين، وإن شاء الله نقدر يعني نعمل جهدنا من المراكز الأولى، والحمد لله لهلا جايبين أوقات مناسبة، الرابع أوفر أول حمزة تيمور، وإن شاء الله أهم إشي سلام للجميع، وإن شاء الله الكل يكون مبسوط أهم إشي، ونشكر الأردنية لرياضة السيارات على التنظيم الرائع. على خالد على سيره على مجلس الاولمبي.
8 ساعات منذ أن بدأ سباق الغابة في غابة ملك البحرين. الساعة الآن 4 تماما في موقعنا هون في موقع هذا التحدي سباق الغابة، الجولة الثانية من بطولة الأردن للدفع الرباعي لعام 2017. درجة الحرارة ارتفعت ل 31 درجة مئوية ولكن ارتفعت لأكثر وأكثر مع حماس المتسابقين. 33 سيارة انطلقوا من البداية إلا أن 13 سيارة فقط وصلوا لخط النهاية، ممكن بأسباب مختلفة ما بين أعطال ميكانيكية إلى أنه في سيارات واجهت مشاكل في تعدي العوائق اضطرتها للانسحاب. الحمد لله على سلامة جميع المتسابقين، لغاية الآن لم يكن هناك شيء يذكر. سيارة واحدة ممكن يعني ممكن نقول قلبت ولكن هي أخذت على جنبها. الحمد لله على سلامة متسابقيها والحمد لله على سلامة الجميع. تم التعامل فورا والتأكد من سلامتهم من قوات دفاع المدن اللي موجودة وأيضا من المتطوعين اللي هم أفراد السلام العام اللي موجودين في الموقع من فريق الأردنية لرياضة السيارات. ما زال أمامنا تقريبا 10 سيارات لخوض هذه التجربة. مسار زي ما بنشوف مليان تحديات، في صخور، في طين، في مرتفعات، في تسلق. في عندنا هون اللي احنا شايفينه التحدي اللي موجود خلفي اللي عند الشجرة في الخلف، هذا التحدي معظم المتسابقين بيواجهوا عليه مشكلة، هو تحدي صعب ولم يوضع أصلا ليقطعوا جميع المتسابقين. هنا يظهر ذكاء السائق ومهارته وأيضا تجهيزاته. يكون هناك خيار لمساعد السائق الذكي بأن يختار بأن يتم سحبه وإضافة دقيقة واحدة، وهي خلينا نقول هي البنالتي اللي تضاف على وقته الكلي مقابل أن يتم سحبه فورا. وهون طبعا بوفر وقت المحاولة وبوفر أنه يكسر سيارته عشان يكون جاهز لبقية المراحل، إلا أنه البعض منهم أصر على أن يحاول وهنا اضطر للانسحاب. نتمنى السلامة للجميع، بنرجع معكم بعد ما يقطعوا العشر سيارات. خليكم متابعين دائما بكل فعاليات الأردنية لرياضة السيارات.
مساكم مليان بكل الخير بكل الرزقة بكل البركة. الساعة 6 تماما في منتزه غمدان وفي منطقة سباق الغابة. هذا السباق زي ما قلنا هو الجولة الثانية من بطولة الأردن لعام 2017 في سباقات الدفع الرباعي. تحدي كبير، مصاعب كبيرة واجهت المتسابقين، منهم من يعني كان عنده سرعة البديهة وسرعة التصرف مع المصاعب، ومنهم من كانت هذه المصاعب هي نهاية لأدائه اليوم ونهاية لجولته. وعدد كبير من المتسابقين اليوم يعني اضطر لاتخاذ قرار الانسحاب. وأيضا هناك من 44 سيارة كمان عدد كبير وصل لخط النهاية. وصلنا الآن للجولة النهائية وهي جولة التوب 13 أو أفضل 13 متسابق. ولكن بما أنه إحنا بنلعب في بطولة الأردن، فإذا الأفضل 13 متسابق لازم يكونوا هم 13 أردنيين، وبالتالي ومع احتساب الأوقات الرائعة اللي حققها الفريق الفلسطيني سيزيد العدد لنأخذ أفضل 13 رقم أردني، يضاف لها المتسابقين الفلسطينيين ليكون هناك توب 18 سيتواجهون وسيتحدون الصخور والمصاعب خلال الجولة الثانية. راح أقول لكم أصحاب أفضل 3 مراكز لغاية الآن، وهم جمال أبو صالح من فلسطين، هشام إبراهيم من الأردن، وفارس سعيد صاحب أفضل توقيت لغاية الآن وهو أيضا من فلسطين. لما بنحكي قاعدين على افضل 3 مراكز هناك 2 من فلسطين، فبالتالي يعني نتمنى السلامه للجميع. سيتم اليوم تثبيت افضل 3 مراكز من اينما كانوا. بنتمنى التوفيق للكل، السلامه للجميع. خليكم معنا نشوف لمين راح يكون البوديوم. التراك كثير حلو، في اكشن، في لعب كثير حلو بجنن. احنا انبسطنا فيه صراحه، متعنا واحنا في السباق. شوي كان في صعوبه في المرحله الاولى، بس الحمد لله تعديناها كل شيء بسلامه وجبنا وقت ممتاز. السباق مبني بطريقه كثير حلوه، مبني انه مش كل سياره مشاركه انها تقدر تجتاز العقبات فيه، لانه طبعا مش عدل، يعني لازم يكون في قدره وقدره احسن من هيك. صراحه هي كثير مكلفه وخصص في البدايه. احنا بنحاول نتعدى التكاليف بطريقه انه احنا امكانياتنا المحدوده بطرقنا في البناء، في كيف تبني المركبه، بشغلات يعني احنا اللي ما تكلفنا كثير. يعني طبعا هاي الشغله بحاجه لدعم، اذا بكون في لها دعم كثير منيح احنا نقدر نطور حالنا ونطور الرياضه هاي انه احنا نطور فيها. اتمنى يكون في عندنا سبونسر اكثر من، يعني احنا المرحله الاولى ما كان عندنا الا سبونسرين، كانت تجهيزاتنا جدا بسيطة، يعني جبنا مركز خامس على تجهيز جدا بسيط لأنه تجهيز سيارة جدا مكلف. بعد كل جولة تدفع فلوس كثير لأنه عندها بيصير في أعطال، في خراب بالسيارة. طبعا عندنا هلأ الجولة المرحلة هاي عندنا صار أكثر شويها، يعني عشان طبعا بوجودكم صار في سبونسر، صار ناس تعرف شو الأوفرود تشالنج. الشغل تحت مظلة الأردنية بخليك تشتغل رسمي، عم ننزل بسياراتنا. اول شيء عندنا سيفتي، وعندك دفاع مدني، وعندك حلبه مجهزه من ناس بفهموا وخبره. طبعا مش على راسنا عم ننزل بدون سيفتي بدون جبل لا سمح الله بيصير شيء. جاهزين هون ما شاء الله، مجهزين كل الامور، اسعاف، الدفاع المدني، الطفايات، كل امورها تمام. حلبه فيها خطوره وفيها صعوبه، بس برضو يعني في مجال للسيفتي. احنا خلونا نجهز طبعا السياره قبل ما ننزل لمواصفات السيفتي، في مواصفات معينه بيعطونا اياها ننزل على اساسها، مش زي اول لما كنا على راسنا ننزل بدون سيفتي. هاي ثاني مشاركه لي، شاركت في البحر الميت، حققت المركز السادس. عندي حصيله بطولات في فئه ثانيه من السباقات، عندي لقب كينج اوف ذا ستريت في الامارات على سياره ستوك بودي، صاحب اسرع زمن في هاي الفئه.
هاي البطولات جديدة علي فأنا حبيتها، وإن شاء الله إني يعني أتم مستمر قاب يعني بجهز سيارة تانية إن شاء الله لهاي النوع من البطولات. بالنسبة للتنظيم كثير رائع، الحلبة كثير عجبتني يعني. مرحبا، أنا متسابق حمزة تيمور، معي سيارة لاند روفر ديفندر 110 معدلة طبعا. بالنسبة للجولة الأولى اللي نزلناها كانت متوسطة الصعوبة، بس لاحظت أنه معالم التراك عم تتغير شوي شوي، اللي بعدي ما قدر يمشي مضبوط وصار فيه مشاكل يعني بالنسبة للتراك. احنا الآن على وشك أنه نبلش الجولة الثانية اللي هي توب 13، صحيح هي توب 18 لأنه في فلسطينيين خمسة ما شاء الله عليهم جابوا بالمجموعات الأولى. السباق انتهت الجولة الأولى قبل قليل، الحمد لله يعني صار في شوي تأخير لكن لابد منه بهيك نوع من الرياضات، بسبب أنه وجود عوائق كتير والسيارات مرات بتعلق في عائق نضطر أنه نسحبها أو بصير أعطال فنية. الحمد لله الطقس كمان اليوم ساعدنا، كان والآن الطقس بعد ما غابت الشمس صار شوي لطيف جدا، يعني ضايلنا إن شاء الله حوالي بالكثير ساعة وبتنتهي الجولة الأخيرة. صفي معانا 18 سيارة هم اللي تأهلوا للجولة الأخيرة، وكان في تسجيل أوقات صحيح سريعة كثير اليوم بالنسبة للعوائق اللي في المسار. اليوم أنا كنت مشارك على السيارة سيلفرادو على التراك في تحدي الغابة. بشكر مجموعة نشامة الأردن ونمبر 144 على الدعم والمعنوية العالية اللي أعطوني إياها على أني أقدر أشارك. والدي هو السبب الرئيسي في دخولي في الرياضة. يعطيكم الف عافية الشباب على الانسحاب من هذه الجولة.
مساكم مليان بكل الخير والرزق والبركة. مكملين معاكم بالسباق الثاني، سباق الغابة، من فعاليات بطولة الأردن للدفع الرباعي لعام 2017. يعني فعلا اليوم كان حدث مميز، مسار مميز وحضور جماهيري رائع جدا ويسجل. كل الشكر لكل شخص كان له دور بإنجاح حدث اليوم. الأردنية لرياضة السيارات، وهي الجهة الرسمية المخولة دائما بترخيص أو تنظيم بطولات أو سباقات أو رياضة السيارات بشكل عام. اليوم الحدث يعني زي ما شفنا كان حماسي جدا، التحدي كان في أعلى مستوياته. انتهينا الآن من جولة التوب 13 والتي أصبحت هي جولة توب 18، وذلك لوصول عدد 5 متسابقين من فلسطين للمراحل النهائية، وبالتالي أصبح هناك 5 متسابقين من ضمن 13، ولا يجوز أن نحرم 5 متسابقين أردنيين ينافسون على البطولة. فتم إضافة 5 الفلسطينيين ل 13 الأردنيين ليصبح هناك 18 متسابق في الجولة النهائية. حماس عالي، أداء رائع جدا شفناه من الجميع، الحمد لله على سلامة الجميع. الجولة الأخيرة الحمد لله ما كان فيها أي مشاكل أي إصابات تذكر، كان في حادث بسيط مع المتسابق البطل سيف رمان ومساعده أحمد رمان، الحمد لله على سلامتهم، يعني ما صار معاهم إلا كل خير إن شاء الله. والآن نحن بانتظار أن يعلن الحكام النتائج النهائية لنعلنها ونبدأ بحفل التتويج. خليكم متابعينا، إحنا معكم. الله يعطيكم العافية، إحنا بلشنا معاكم في ساعات الصباح الباكر، كانت الساعة 8 تقريبا، الآن برضو الساعة 9:30 بعد غروب الشمس. نهارنا كان طويل اليوم، كان عندنا 43 متسابق من الأردن وفلسطين الشقيقة. كان عندنا الجولة الأولى انتهت، وكان عندنا جولة التوب 13 لأفضل 13 نتيجة. كانت الجولة طبعا حاسمة هاي، الكل في كتير ناس حسنت أدائها، حسنت أوقاتها، في ناس للأسف تراجعت، في ناس تعرضت لحوادث وأعطال ميكانيكية. طبعا بنحكي الحمد لله على سلامة الأبطال سيف رمان وأحمد رمان اللي تعرضوا لحادث انقلاب في الجولة هاي، وطبعا نتمنى السلامة للجميع، وهاي رياضة خطرة وزي ما احنا عارفين، ولازم الواحد يكون حذر فيها بالتعامل مع السيارات ومع كل شيء. توجنا احنا اليوم، كان عندنا فئات الـ SUV واليوتي في اللي هي السيارات، واليوتي في اللي هي البقي والسيارات المواسير زي ما بيعرفوها الناس. كان عندنا أبطال، بطل فئة اليوتي في من فلسطين بطلنا فارس سعيد وملاح محمد سعيد. كان عندنا أبطال فئة السيارات العادية، كان عندنا في المركز الثالث الدكتور أحمد شاكر وملاحه نديم سبانخ، في المركز الثاني بشير مطر من دولة فلسطين، وكان عندنا في المركز الأول هشام إبراهيم وملاحه سيف المصري من الأردن أيضا. أما على الترتيب العام كان في المركز الثالث المتسابق بشير مطر وعلي الغزاوي ملاحه، كان عندنا في المركز الثاني هشام إبراهيم وملاحه سيف المصري، في المركز الأول فارس سعيد وملاحه محمد سعيد. الجولة الثالثة راح تكون في شهر 11، وراح يكون مكان مفاجأة، وراح يكون السباق كتير كتير مفاجأة، اللي هي الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات تحدي الدفع الرباعي اللي بلش في العام 2017، وإن شاء الله راح نكمل المسيرة مع في تطور، ويعني راح نشوف شغلات زيادة وشغلات جديدة لقدام في السباقات الجاي. نفس البطولة هاي راح تأهلنا لأنه ننتقل لموضوع الكروس كانتري والباها من خلال سيارات الـ 4x4. محطتنا القادمة اللي هي رالي الأردن الدولي، اللي هي من 4 إلى 6/5/2017، راح يكون عندنا 3 أيام من التشويق والإثارة، راح نبدأ في المرحلة الاستعراضية اللي راح تكون في البحر الميت بجانب كراج بيه، وتنتهي في نفس المكان مروراً في 18 مرحلة موزعة على 3 أيام. وبنتمنى نشوفكم، الله يعطيكم العافية، والحمد لله على سلامة الجميع، وشكراً لوجودكم معنا، وأهلا وسهلا فيكم.